كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احضروا في هذه الندوة الصحفية بمعية موكيلي طه طوطو، وذلك من أجل تسليط الضوء على عدد من الأمور صدرت من طوطو وفي حق طوطو مباشرة بعد حفل فني احتضنته مدينة الرباط من تنظيم وزارة الثقافة. احضروا هذا اللقاء كمحامي من أجل المواكبة القانونية ومن أجل إبلاغ الرأي العام الوطني والمجتمع وكل القوى. رجائي باش نوصلوا رسائل من خلالكم، عندنا رهان كبير عليكم كاملين بدون استثناء لإبلاغ موقف ومواقف وكذلك رسائل لهذا المجتمع الذي ننتمي إليه جميعا. كما تعلمون لأنه في الآونة الأخيرة كان الموكل ديالي على أهبة السفر للخارج في إطار أجندة ديال التسويق المنتوج الفني اللي كيخدم عليه، واللي هو كاين عند واحد الفئة في المجتمع كتبغيه، وتم التوقيف ديالو بواحد الطريقة عادية من طرف الأجهزة الأمنية، وطلبوا منه باش يتسحق بولاية الأمن. اتصل فيا في حينه فطلبت منه امتثال، وفعلا هو امتثل تلقائيا قبل ما يتواصل معي. لحد الآن تنجهلو شنا هي الأسباب ديال الاستدعاء ديال الأمن. غدا إن شاء الله غادي نتلف ولاية الأمن ديال الدار البيضاء من فضلك سيدي. عافاك. شو الاحترام؟ الاحترام خاصو يكون متبادل. الله يعطيك الخير.